الواقع ديال النادي المكناسي واقع مزري، خاصة فيما يتعلق بكرة القدم. هناك بعض المتطوعين الآن اللي جاوا بغاو ينقدوا، ولكن باش غادي تنقد؟ كيفاش غادي دير تلعب مع ناس اللي عندهم ملايين وراءهم مجالس وراءهم رجالات، وحنا ما ورانا الا الله سبحانه وتعالى، ما عندنا حد في مكناس. كاين لوبيات اللي كتحارب، لوبيات، لان ما عندها حتى معنى ان مكناس عطاتك وما تعطيهاش. ما عندنا حتى معنى ان مكناس وصلتك لواحد الدرجه اللي ما كنتيش كتنويها وما تعطيهاش الان في الرياضه. الرياضه ما كتطلب شي حاجه كبيره، الرياضه كتطلب غير الناس يعطيو واحد القسط من داك الشيء اللي كيربحوا. شوف نمشيو لفاس اللي هي 60 كيلومتر بعيده علينا، في الوقت اللي كان المجالس وكانت الناس كتعطي، كانت المغرب الفاسي وصلت دات ثلاثه ديال الكؤوس دقه واحده. الان المغرب الفاسي والوداد الفاسي كيعيشوا ازمه ماليه خانقه، ما كاينش اللي كيهتم بالرياضه واللي كيعرفها. مكناس نفس الشيء. السيد رئيس المجلس البلدي مشكورا، جمعنا في الاول ديال السنه الماضيه كفروع ديال النادي المكناسي، ودار معنا واحد البروتوكول داكور اننا غادي نوصلوا لواحد القيمه، ولو وصلنا لديك القيمه غادي تبقى الاعانه ديال المجلس البلدي كتضاعف وكتزاد. فاذا به قليل الفروع اللي وصلوا لهذه النتائج. فلا استثنينا فرع كره السله وفرع الكره الطائره وفرع كره اليد اللي هما استطاعوا باش يحافظوا على المكانه ديالهم، فباقي الفروع كانت مدبدبه بحيث ما كانتش النتائج ايجابيه. حرام يكون هذا الشيء في مكناس، حرام. حرام ان النادي المكناسي ومكناس تلعب في الملعب ديال الخطاطيف اللي كان هو ملعب ديال المدرسه فقط، وما انسئ الا للمدرسه. فاذا به الملعب الشرفي باقي لدابا ما فتحش الابواب ديالو، هذه سنه تقريبا ونص ومشدود. هذا الشيء ماشي معقول، ما يمكنش يستمر. شو لمن كنرجعوا السبب الله اعلم. نعطيك مثال اخر، 20 غشت معلمه من المعالم اللي كانت في مكناس، طلبت 4 المليار اللي تستعف العاب السلم باش يتبنى، مهمول الان. تنمشيو نصلوا فيه في العيد، كيتكنا الشوك، كيتكنا تيبدا عندنا الناموس. وهذا الشيء قلتوا للناس المسؤولين في مكناس وسميتو. كيفاش بغيتي هذه الرياضه تزدهر؟ وانا تذكرت مع رئيس الجامعه شخصيا، رئيس الجامعه ديال العاب القوى السي عبد السماح حيزون، تذكرت معاه قلت له شنو كاين وشنو كاين، قال حنا مستعدين كجامعه، ولكن خص الناس ديال الفعاليات ديال مكناس، المجلس البلدي، الناس ديال مكناس، السلطات يجيو حنا نساهموا، حنا مستعدين. كتعرف بان الملعب ديال 20 غشت هو اللي اعطاه واحد العدد كبير ديال الابطال على الصعيد العالمي، ماشي على الصعيد الوطني او الصعيد الافريقي او الصعيد العربي، على الصعيد العالمي. ولكن شير تشوف الحاله ديالو مزريه، الحاله ديالو يندالها، وهذا شيء ما يمكنش يبقى على ما نبقاوش. تبنت القاعه المغطاه ديال سيدي بابا، تبنت بواحد المواصفات اللي هي غير قانونيه. علاش؟ لان ما استشروش مع الناس ديال مولي الامر، مشاو بناو قاعه بواحد المواصفات اللي هي بعيده بكل البعد على المواصفات اللي كيطلبها قاعه مغطاه. ما يمكنش تلعب فيها كره الطائره نهائيا، اللي يمكن تلعب فيها هي كره اليد او كره القدم ديال القاعه. من غير هاد الجوج ديال الانواع الرياضيه ما يمكنش تلعب فيها، وحرام، حرام، ما يمكنش. كنا نستشعروا مع الناس ذوي الخبره ونقولوا لهم اجوا سيدي كيفاش يمكننا باش نديروا قاعه وكذا كذا. مكناس البلد المدينه الوحيده اللي فيها قاعه واحده او قاعتين، الا بغينا نزيدوا حتى سيدي بابا. حرام انت تمشي لطنجه كتصيب 4 5 6 ديال القاعات اللي بداك الشهر رفيع. كاين عندنا تحتها، كاين عندنا كما كيقول واحد السيد الله يرحمه، كان تيقول لنا حنايا عندنا القرده في القهاوي، الناس اللي تيقيلوا غير جالسين في القهاوي وكيهضروا في عباد الله وكيحطموا في عباد الله. وما دامت هذه الظاهره كاينه في مكناس، عمرنا ما نزيدوا لقدام، والله يحن من مكناس. مكناس مدينه تاريخيه، مكناس سيتي لو سميتو لو بوتي باري كما يسميوه الفرنسيين. ومكناس باقي عزبه، باقي الى دي تيران نو، باقي خاويين ما عندهم يمكن نديروا فيهم معجزات، ولكن شكون اللي غادي ينوض يدير هذا الشيء؟ العهد ديالنا لما كنا كنسيروا في النادي المكناسي في 62 لما اندمجنا، شكون اللي كان معنا؟ دكاتره، محامون، مهندسون، الناس اللي عندهم المال، الناس. ولكن انا ما كنقولش بانه الناس اللي ما عندهمش المال ما يمكنش يسيروا، ولكن خص تكون عندهم شمعه طيبه، يكون عندهم واحد 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 على الاقل الاتصالات مع الناس. وانت ما كيعرفكش حتى واحد،
وتجي وتسير واحد النادي قال لي تجي كي بغيتي ندير في كنطيخ وانا ما كنعرفكش نجي نعطيك انا 20 ولا 30 ولا 40 مليون باش تعاون. قلت انا تنطلب النادي يمكن يسيب وشكون ما كنعرفكش انا ما عرفتش النادي ديرها. ولذلك خص ناس ديال الثقه، خص مسيرين في المستوى، خص الناس القدام يرجعوا. بحال انا يعني نشط كثير لما سمعت بان حميد دوش انضم للمكتب ديال النادي المكنسي فرع كره القدم، على الاقل يفا ابورتي لو بلوس، غادي يجيب ذاك الاضافه للمكتب وغادي يمكن له حتى الا شاف شي خلل تقني ولا اي شيء غادي يمكن له يدخل ويعتبروا الناس ويحترموه نظرا للماضي نظرا اللي ما اعطاه لهذه المدينه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.